وحسين الشحات، في عندنا في المنتخب الاولمبي مصطفى شوبير، صلاح محسن، رمضان صبحي، عمار حمدي. في راح برضو منتخب تونس من النادي الاهلي علي معلول، جيرالدو منتخب انجولا، وديانج منتخب مالي. ست لاعبين منتخب الشباب 2001، حمزه علاء وعاصم سليم، محمود صابر، محمد اشرف، ومحمد سلامه، وعربي بدر. ما شاء الله النادي الاهلي بيفرق لمنتخبات مصر عدد كبير جدا من اللاعبين. زي ما احنا شايفين دلوقتي في حراسه المرمى حمزه علاء، ده الحارس مرمى اللي راح منتخب مصر مع الكابتن ربيع ياسين. عندنا عناصر مبشره، كنا حابين ان احنا نجيب لقطات للعيبه اللي راحت منتخب مصر الشباب عشان نوري كل الجماهير وكل الناس ان احنا فعلا عندنا مواهب في قطاع الناشئين. ده حمزه علاء، دي بعض اللقطات لحمزه علاء في المباريات. خامة مبشرة حمزة علاء مع عاصم سليم. وزي ما بقول لحضراتكم، لما يبقى عندنا اتنين حراس مرمى والاتنين موجودين في منتخب مصر، فده شيء مميز، شيء يحسب لقطاع الناشئين، شيء يحسب للجهاز الفني، وشيء يحسب أيضا لمدرب حراس المرمى الكابتن تامر